الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في مقام الآخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا ساقی کوثر میرا جب میرے میخانہ بنا ارباب دانش کی توجہ چاہوں گا ساقی کوثر میرا جب میرے میخانہ بنا چاند و سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا چاند و سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا حسن فطرت کے حسن فطرت